شوية شرب ايوه كمان شوية ايوه ايوه شيلنا ايدكم بقى ايوه ايوه الله الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسعدنا أن يحيي هذه الليلة فضيلة الأستاذ محمد أحمد عبد الهادي وفرقة أحباب المصطفى على الكمان محمد عبد الرازق وعلى الكمان أيضا عنتر الصعيدي على القانون جابر البشبيشي على الناي السعيد منصور وعلى اللقاء الشمل الأمارة وحيد شحاتة ورجب عبد الشافي ومحمد الشرقاوي وكل هذا في حفل الدكتور فتحي بركات وعلى مكسر الفلاح بالإسكندرية وخير بداية لنا في هذه الليلة فتحي الزرقاني وعلى مكسر فتحي الزرقاني من منوف وخير بداية لنا في هذه الليلة قبل نحيي السادة الدكاترة وقبل أن نبدأ حفلنا نحيي السادة الضيوف الدكاترة واللي شرفونا الليلة وإن شاء الله هتبقى ليلة جميلة بإذن الله وخير بداية لنا في هذه الليلة هي آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة الأستاذ محمد أحمد عبد الهادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياتي أن خلق لكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات منامكم بالليل والنهار
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. ازيك يا عم الحاج؟ اهلا اهلا يا حبيبنا الحاج شعبان الدحداحي اللي هتكون ليلته اخر خميس في 8. نحييه. والحاج محمد الدحداحي بنحييه وبنقول له كل سنه وانت طيب وسلمنا عليه يا رب ان شاء الله. والان مع الزملاء. اهلا اهلا اهلا. الله ينور عليك. Thank you.
دكاترة زملاء دكتور فتحي، ونتمنى له فرحا سعيدا وطريقا مديدا مفروشا بالزهور وعشا تغرد عليه العصافير وتترنم بدعاء الحب. الحضرة يا نبي املاني وغتلي كاس اشرب واجم وارتوي واغني زي الناس. نادى علي نادى علي نادى علي وقال لسه يا ابن الناس ما جاش اوانك عشان تشرب كاسات خمري من قبل ما يرتوي قلبك بحب الناس. Thank you.
عشان تشرب كاسة خمري من قبل ما يرتوي قلبك قلبك من قبل ما يرتوي قلبك بحب الناس بلغ الغادي سلامي يا حمام النبي الغادي علي أزكى السلام أبلغ الغادي سلام يا حمام النبي الغادي علي أزكى السلام قول له انا مشتاق ليلي ونغاري وانا بندغ عليه يبقى يوم السعد لو زرت المقام وانظر الكعبة واشوف باب السلام بندق عليه يا حمام قوله أنا مشتاق ليه ليلي ونهاري وأنا بندق عليه يبقى يوم السعد لو شفت المقام وانظر الكعبة واشوف باب السلام خير الأنام يا مدينة ياللي السعد فيك دام لما عاد فيك النبي خير الأنام يا مدينة ياللي السعد فيك دام لما عاد فيك النبي خير الأنام يا مدينة ياللي السعد فيك دام النبي خير الأنام يا حمام بلغ سلامي يا حمام للنبي الغادي علي أزكى السلام
النبي الغالي علي أزكى السلام. جماعة بيقولوا لي هنفتحوا هنا عيادة، فأنا بقول طب ما هو الدكتور فتح عيادة والدكاترة برضه فاتحين عيادة وأنا فاتح عيادة، بس أنا يعني إيه عملتها حلوة نفس الوانا وعملت دكتور، بس دكتور مزيف مش أصلي. بقول إيه بقى في العيادة دي؟ فتحوا العيادة وقالوا الطب بالمجان، راح العلي للطبيب، راح العلي للطبيب وجد الطبيب عيان. ومدام ما كشف الطبيب شخص الدواء العيان، قال له دواك يا طبيب عدا النبي العدنان، ده انا لما زرت النبي صبح الفؤاد فرحان. بلاش الأسوأ والظلم، بلاش الدنيا دي ما تسواش، والرحمة أحلى يا حبيبي. حبيبي بلاش الأسوأ والعظمة، بلاش الدنيا دي ما تشواش، والأجر أعلى حبيبي. دي نور من شفقة يعيش مسرور، بيقولوا الروضة دي نور من شفقة يعيش مسرور، بيقولوا الروضة دي نور من شفقة يعيش مسرور، واتمنى لو حجي وزور واتغنى بهواك يا حبيبي. هناخدك سلسل ليان واعزف لك احلى الالحان في رحاب حدي العدنان، وتغنى وياك يا حبيبي. سلسل ليان، سلسل ليان
ونعاشر احبابي اخوان واعزف لك اغلى الحان انا حاخدك سلسل ليان نتغنى بالحب كمان واعزف لك اغلى الالحان في رحاب المختار يا حبيبي بدأنا بالفاتحة أول جاء اسم الله وبسورة البقرة والعمران وقلنا الله وبالنساء المائدة الأنعام ونعم الله لعراف والأنفال وبالتوبة يتوب الله بحق يونس وهود يوسف ورسول الله وبالخليل ابراهيم هو خليل الله الرعد يا مؤمنين سبح باسم الله والحجر والنحل والإسراء لبيت الله والكف مريم وطاج عليك صلى الله والأنبياء الحج بيها وعدنا يا الله المؤمنون في طريق النور طريق الله فرقان وشعراء قالوا كلام في حب الله والنبي ويا القصص والعنكبوت سماه دليل على عجزكم يا مشركين بالله وبالأحزاب ونصر الله سبا وفاطر ياسين أحمد رسول الله صفت وصد والزمر غافر الذنوب يا موسى الله إذا كانت بتجمعنا في حب الله يا كلمة حب معناها يا موسى الله إذا كانت بتجمعنا في حب الله وكان الحب ذا خالص لوجه الله دي كلمة حب معنى غام الوحياة يا موسى الله في حب الله Thank you.
بيت النبي يا عم الحاج عاوزين نتمتع. حاضر. انا عيان يا حاج محمد. لا. من يوم ما كنت عند الحاج شعبان الدحدحي ومشيت تعبت بعدها، عايز اخف الليله دي وعاوزين نبطل العالم دي. عليا الصلاه يا حاج محمد انت احلى من الصبح. الله يكرمك. والعصا الابيض. الله يكرمك. ورشيد كلها. والفرقه ديت اللي نورت سيرس. عاوزين نتمتع بيك بالسكر بالحاج محمد، انا عيان وعايزك تقول لي ولا ما تشفيني. لا. عايزك تشفيني يا حاج. حاضر. اشرب خمور الصفا راح تصحى وتبارك. ايوه النبي يا حاج. اشرب خمور الصفا راح تصحى وتبارك. واقرا كتاب ربنا باياته تتبارك. ايوه النبي. وديك اتيت للعريس دكتور تتبارك، وحتقول كلام معنوي من القلب من الوجدان، اللي يحب النبي يعيش المدى فرحان. ايوه. والمولى يشفيك لو حتى يكون تعبان، ليلة ميلاد النبي الكون صبح فرحان، والكائنات كلها فرحت وفرح الجان، نزلت ملوك السماء وبشرتهم وقالوا نلت المنى بمولد عدنان، والشمس قالت للقمر صاحب الشفاعة بان، الشمس قالت للقمر صاحب الشفاعة بان، قلوب العاشقين لغى عيون ترى ما لا يرى الظاهرون، رسول الله يا خير البالية يا باب الحسن يا بدر الهداية، ميلادك يا نبي أجمل هدية من المولى إلى كل البرايا، ظهر نورك يا بدري قبل آدم، واسمك يا نبي كان في البداية، وآدم يا نبي شاف رسمي اسمك وكان اسمك بباب الجنة آية، ولما شاف ولي يا ربي توبة بجاج المصطفى يمحي الخطايا، صالحين لها عيون طعمنا يا هم ناظرون، يا نفس جيت انصحك وتعبت وياك اتريك طبعك كده ولهياك دنياك، عفا عنه إله العرش دم نادى باسمك ويقولك بالعناية، وقال له اهبط على أرضي يا آدم جاهد وامتثل واتبع سبيلي، ولك في دنيتي عزة وكرامة، ومنك يا نبي حيكون رسولي، ومن آدم لإبراهيم يا غالي لعبد المطالب راح يسري نورك، ولما آمينة صبحت حليلة لعبد الله غيبا في جبنها نورك، وحملت فيك شهور تسعة ما شافت ألم ولا مساها أبدا متاعب، وحملت فيك شهور تسعة ما شافت ألم ولا مساها أبدا متاعب، وانت في الحاشا عمال تسبح
وهي بتروي للناس العجايب، وهي بتروي للناس العجايب. وكان يوم مولدك عالدنيا نادي، وكان يوم مولدك عالدنيا نادي. وكان سعدي في جبينك علامة، وكان يوم مولدك عالدنيا نادي. وكانت سعدي في جبينك علامة، وكانت في السماء والأرض فرحة، وغنى سعدي وبشير السلامة. يا نبي قلبي حبك يا نبي، وستك حاملة في أمك بحق من أوصلك، بحق من أوصلك من بحق من أوصلك من ضغر أبوك لأمك. يا ضغرة الأنبياء يا ابن عبد الله، لما رضعت حليمة إيه كان جرى للنبي، حبي وكرامة للنبي. ولما كبر المصطفى ده متزعمت
اخذته من الجبايل كلها كله مكان ده لما قبر المصطفى بنت زعمته من الجبايل كلها كله مكان ده لما قبر المصطفى بنت زعمته من القبايل كلها كله مكان والكل شغدوا له على صدق وامانته امن وصادق ما فيه ومسه الشيطان ومن هنا بدات البشاير توحي في الغد الامن ويمر يا عم من بعد عم ويسن وبلغ الادباعين في الغد نازل جبريل عالي بايات من الكتب المبين وتلا عليه خاوي عد على ما بنص الايات وزادوا ربك بالهدى وبالايات البينات وفي اول الدعوه يا دنيا ما من الكفر اسيه انا من الكفر اسيه يا ما من الكفر اسيه فأول الدعوة يا زنة ما من الكفر أسد لكن في أمر الله يعين على بر الأمن رسيت وجبت من مكة وكان في جريتك أروع مثال في الطاعة يا أكرم نبي اللي نحت عقد الضلال وبعد طول الانتظار رجع في مكة في جلال وعفت عن اللي عصنتني وعفت عن اللي سائلك وفي الحرم أذن بلال عفت عن اللي سائلك وفي الحرم أذن بلال يا خير خلق لك مدد يا خير خلق لك مدد يا خير خلق لك مدد مدد يا أحباب النادي اتجمعوا في نور النادي مدد 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 خير الأنام مسك الختام خير الأنام مسك الختام مدد 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 يا فيديو صور وهتنكسر واجمع ناس سلام عليك يا اخي يا حي ودينا صورة تذكرنا باغلى ناس الله الله يخليك يا عم الحاج الذكرى حلوة تفكرنا باعز الناس بتلوموني عشان بمدح في خير الناس ألا يمين أمدح غير النبي يا ناس يا حبيبي النبي بعته إله الكون رحمة وهداية ورضا مش لك لكل الناس والله أكبر ونور البدر خلي وبان نور على الجمع خلى الجمع كله أمان وعشان جمال النبي حقول مع الألحان قصة جميلة
طلب الدكتور فتحي هذه القصة اللي هي لحنها هتعرفوها من خلال لحنها. وطلب الدكتور فتحي لأنه البيه بتاعنا الليلة لازم طلبات البيه تجاب. مولد النور والنبي. هتتقال مولد النور برضه في الوصفة الثانية. بس نقوله في أول الحفلة طلب اللي هو قايله اللي هي المحسن المجهول. باسمك يا إلهي بدت نظمي وبدات باسمك الحال. انت الرحمن جل جلالك ولا غيرك يعلم كتماني. باسمك يا إلهي بدت نظمي وبدات باسمك الحال. انت الرحمن جل جلالك ولا غيرك يعلم كتماني. لاجل المختار طه حبيبك امحيلي صحاي في عصياني. لاجل المختار طه حبيبك امحيلي صحاي في عصياني. قربني لحبك والدين ومنحني رضاك او ايمان. واقبل يا كريم مني صلاتي على خير الناس اللي اتانا. واقبل يا كريم مني صلاتي على خير الناس اللي اتانا. بالخير والحب وجمعنا على نور محبة وصحانا. ويا حاضر حفلتنا الليلة فرحنا حضورك ويانا. الليلة بنقول حكايتنا وتعيش بقلبك ويانا. شرفنا حضورك ويانا. الليلة حنقول حكايتنا وتعيشها بقلبك ويانا. والقصة اللي بنحكيها على راجل كان مؤمن صابر. القصة اللي بنحكيها على راجل كان مؤمن صابر. عشول العمر سعيد راضي وحياته كانت خير في الآخر. هذه القصة دايما الدكاترة طلبوها. يعني عندي في كلية الشريعة والقانون أستاذ كبير اسمه الأستاذ أبو سعدة. أستاذ أبو سعدة أستاذ في القانون دايما يوصيني أن أنا لازم أجيب له شريط المحسن مجهول. فالقصة لرجل حب يوصي أولاده وصية غير مباشرة. حاكم انت لو قلت لابنك ما تصلي يالا او ما تروحش المكان الفلاني يقول لك ليه. تحتار تقول له ليه. لكن لما
تكون مثال عمل له يقتدي به. وادي يا صابر. نعم يا اخوي. يا صابر يا ابني. يا حبيبي يا نصيبك اخوي. يا عبد الله. نعم الله عليكم. شوف يا اولاد، انا جربت الحياه باكملها بحرها ومرها وكلت حلوها في الاخر، لكن مهما كانت الحياه حلوه ومهما كان الحلو اللي بنشوفوه والزينه والافتخار، فالقرب الى الله احلى واحلى، لان القرب الى الله بيخلي الانسان عايش في جنه حتى لو كان عايش في كوخ لوحده. وعشان كده انا زغت في الدنيا، حسيب البلد وامشي في طريقي، يمكن اروح عند سيدنا الحسين واقعد عند السيده زينب، يمكن اخذ في نفسي واذهب الى رسول الله واقول له كما قال احمد الرفاعي: في لحظه البعد روحي كنت ارسلها تقبل الارض عني فهي نائبتي. وهذه دعوه دوله الاشباح قد حضرت، فامدد يديك لكي تحظى بها شفتي. ما هو لسه بقى انا راح عند النبي. نعم حاضر. وقول في لحظة البعد روحي كنت أرسله. سيد أحمد الرفاعي لما راح للنبي فبيخاطب هذا الخطاب: تقبل الأرض عني فهي نائبتي، يعني أنا كنت في مصر بجسمي لكن روحي كانت عندك يا رسول الله تقبل الأعتاب، تقبل الأرض عني فهي نائبتي. وغذي دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يديك لكي تعضى بها شفتي. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إليه فقبلها وسلم عليه النبي وقبل يد النبي. وقال لك إن سيد أحمد الرفاعي ربط إيده عشان ما حدش يسلم عليه ويلمس مطرح ما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإيمان يا بتوع كمنانا، شوفوا الإيمان بالله لا يدوم إلا الإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها يقينا. وصبح العيال الصبح ما لقوش عمك الشيخ. وادي يا صابر. نعم اخوي. ابوك مش موجود وحلوات الثروه بقت ملكينه، هتعمل ايه في الثروه يالا؟ اهلي الله داني، هنعمل كل اللي على كيفي. يا تخليك زي ابوك زاهد. ابوي الله يدك قديمه يا اخوي. امال هتعمل ايه؟ هنعمل زي ما عمر الخيال. ايوه سمعت صوتا هاتفا للسحر، سمعت صوتا هاتفا للسحر، نادى من الغيب خفاة البشر. سمعت صوتا هاتفا للسحر،
نادى من الغيب خفاة البشر حبهم له كاس المنى حبهم له كاس المنى قبل أن تملى كاس العمر كف الخضر اشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بيات العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر للذات فليس في طبع اشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بيات العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر للذات فليس في طبع الليالي الأمان معلم شعبان بيمس عليكم كلكم لك يا معلم شعبان عيني من تاني وتالت ورابع حبا في الدكتور جمال الدكتور معلم شعبان وأهل السيرس وعائلة الدحداحي وعائلة الشرقاوي سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر حبهم له كاس المنى حبهم له كاس المنى قبل أن تملى كاس العمر كف القدر
لا 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 تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بيات العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاتك فليس في طبع الليالي الأمان الله 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 بقى انت ناوي انك ايه ما تشغلش بالك لا ما يهمكش بس ايه هتندم لان ربنا بيقول لك ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم طوعني هل هطوع نفسي هعيش في اللذات يعيش باللذات كل مجازف ويموت بالحسرات من يدري العواقب طوعني يا عبد الله يا عبد الله يا اخويا هتندم اندم ما اندمش يعني ما انتش نادم اندم ليه يا سيدي ايش الحلم يبقى في جيبي ها وفر القش الابيض لليوم اللي بالك فيه في يومك يا شيخ خليها على بنجة بلا قرش بلا قرشين ضيع في الجيب يتيني ما في سيبك يا راجل ومرت السنين وضيع صابر فلوسه في الهوى سنة وراها سنة ضيع وراح ماله والقصر باع وشاف الويل وعياله بعد الغنى والغنى داءه مرار الجوع ندم على اللي جرى راح يبكي على حاله شو بيقول ايه يا رحيم ده عبدك قال ما جاش والله معايا من زمان ليش اي من عارف لك شهور حد رشاد ظلم ما جاش والله جه انا بشوفه بروحي الله يكرمك الله يكرمك يا كابتن الله يكرمك بقول يا رحم بعبدك على بابك وقفت ذليل وحداني مالي سند انا حملي على يتيم وحداني مالي سند حملي على يتيم وحداني مالي سند حملي على يتيم حملي ولك انت وحدك يا رحيم بالناس اصبر على شكوتي مهما يطول الليل
شتان وحزة حتان. حج شعبان إن شاء الله الخميس الأخراني في شهر 8، يعني إن شاء الله آخر خميس في 8 عند الحج شعبان داح داح الحج محمد. بتعيط يا صابر هلا حاضر حاضر تحت امر تحت امر تحت امر قال لها ايوه ندمت يا ريتني طوعت عبد الله اخوي العيال جعانين انت جعانه بس انت اصيله ما جرحتيش شعوري. قالت برضه ما تعيطش شوف الزوجه بقى الجميله اللي بتنفع وقت الشد بتقول له ايه لك بس سارح بتفكر سيبك من الفكر يا صابر ده كل شي راح يتدبر سلم كده وخليك صابر ليك بس سارح بتفكر سيبك من الفكر يا صابر ده كل شي راح يتدبر سلم كده وخليك صابر ليه بس سارح بتفكر سيبك من الفكر يا صابر ده كل شي راح يتدبر سلم كده وخليك صابر اخوك سريع عنده جنايب ونعيم كتير وده غب ياما اخوك سريع عنده جناين ونعيم كتير وده غب ياما لو رحت له وشكت حالك ينعم عليك بحاجات ياما انا عندي عزه وانا دبش امد للانسان ايدي قالت له علشان اولادك ده شيء لا بيدك ولا بيدي جرب كده بس وروح يمكن كده يرحم حالك جرب كده بس وروح يمكن كده يرحم حالك خليته كالك على المولى رب السماء يصلح حالك وخد نفسه على بيت اخو طبعا رايح طول الطريق ماشي فكر والفكر في الافكار سارح
سمع كلامي وخد نفسه على بيت اخوه طبعا رايح طول الطريق ماشي فكر والفكر في الافكار سارح والفكر في الافكار سارح والفكر في الافكار سارح والفكر في الافكار سارح. يا نعم حاضر صابر يا صابر ما بتعيط لما تعيط وما النسوان تعمل ايه يا صابر هلغ انا ببكي علشان العيال وعليك يا ايتو ما تبكيش ليك بس سارح بتفكر سيبك من الفكر يا صابر ده كل شي راح يتدبر سلم كده وخليك صابر ينعم عليك بحاجة يا ما هل عندي عزة ولا أقدرش أمد للإنسان إيدي هل عندي عزة ولا أقدرش أمد للإنسان إيدي قالتله علشان أولادك ده شيء لا بيدك ولا بيدي جرب كده بس وروح له يمكن كده يرحم حالك خليته كالك على المولى رب السماء يصلح حالك لا اطوعك مع اني كنت اغنى منه قلت يا خويا خد تعالى هنا كنت اغنى منه بس كنت اخيب منه هو طلع راجل فت هل القرش الابيض ينفع في اليوم اللي بالك فيه وانت اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب الفزلك عملت لك ايه روح له بقى يا اخوي ولما اخوك حتى لو ما ادكش مش هيقول اخويا جاي ولا اديتلوش ما يقدرش يطلعها لان الناس هتلومه تاني دفيان فلوسيامي نايم عليها وكنبه كده بقى ونايم مبسوط ابو زيد خاله شوف مين يا دي عبده عنده عبده ومرجاله وبيفتح عبده الباب اللي هو انت حتى العبد اللي عند اخوه مش محترمه قالوا مين اللي عندك يا عبده قالوا المعدول اخوك صابر ما يجيش من الغرب حاجه تسر الجال تعالى يا صابر عايز ايه انا ده اخويا
اللي يرجع لي واخد بقى الحديد. عاوز فلوس؟ عاوز فلوس؟ رايح لك وقصده يطلب اي شيء منه، لكنه لما اقترب شاف الغضب منه، اصله بخيل والدليل واضح لنا انه البخل خلاك جحد قلبه وصد يا عنه. ما تسعى لحالك، ما غنت فيك شباب عنده. شاطر تروح لفينيسيا. نعم. ما تسعى لحالك، ما غنت فيك شباب عنده. اسعى لحالك، ما كنت فيك شباب عني، ولا انت طمعان وعينك دائما اي شيء مني. اوعى تشوفك في يوم تيجي هنا داري، ولا في مرة تشوفني تخترب مني. يا حاج محمد، عاوزين نسمع الحتة دي تاني. يا عليا يا بنعمة، مش عارفين نرقص الضحك ده ابدا. العصا الابيض العلم على طلع خف واتبتعت، وحياه النبي الجزائر والمدينه والصغره والنوف وسر اتبتعت بك يا حاج محمد. عاوزين نسمع النبي روق معانا. والنبي عم الحاج عايزك تروق الناس دي خالص. الناس ديت مش شقه لك، وكل الناس دي عايزه تسمعك. قالوا الصبر، قالوا الصبر، قالوا الصبر بلاد بعيدة بعيدة بعيدة، قالوا الشفايف، قالوا الشفايف، نيادة تلتنهيدة يا نسى. اه، والنبي
حالك ما كنت فيك شباب غني ولا انت طمعان وعينك دائما مني مهما تحاول ما تاخد اي شيء مني اي شيء مني اشوفك في يوم تيجي جناداري ولا في مرات تشوفني تضطرب مني صابر يا عين ماشي حزين الفجر في الافكار سرى يروح لمين يشكي لمين او جذب عينه اللي جرى فيك بعد اخوه ناس يرحموه فيك بعد اخوه ناس يرحموه دول هما فين يا غل تراه على بيته عد شاف الولاد كانوا في لفة لعودته على بيته عد شاف الولاد كانوا في لفة لعودته من غير كلام عايزين طعام ما هو ده السبب في لوعته ما هو ده السبب في لوعته اخوي سمارت فول اهلا اهلا ان شاء الله حتى اخوي طب اذا كان اخويا جحد عليا الناس هتقول لي ايه ده اخويا ده اخر حاجه كنت افكر انه يطردني ويضربني كمان طب العيال اللي نايمين مع امهم دلوقتي اروح لهم اقول لهم ايه ده انا مكسوف منهم انا مكسوف اهلا 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 يا كسيب اهلا منور منور الله منور الله ينور يعني وعلى العيال يصحوا ومين قال لك ان العيال ناموا للجعان يجيله نوم ولا الخايف يجيله نوم ولا المشغول يجيله نوم اخوك اداني ألمين على وشي طب هتروح لمين تاني ليه كسال الناس وربي يقول اسالني ليه
بالجد وربي يقول اسند. الناس بتغضب وانا افرح لما تسألني احب عبدي في كل وقت يسألني. وان كنت حسن انا مثل سواك ابدا ان شاء عطاني وشال كل الهموم عني. Thank you.
ناد أهل الرحيل لابد أرحل من البلد في الوقت ده والدنيا ليل خد الولاد وأخو الثروان وسط الظلام سكران يا ليل وزوجته بتقول له ليه بتقول له ليه تمشي كده من غير دليل اخر طريقه كل فين ولا الطريق لسه طويل النهار شاشة وبال صرخ الولد ابنه الصغير وقال له يا ابا انا جعان هذا الكلام اثر عليه دمعت عينيه شوف الحنان على بعد شاف مسجد صغير مهجور ما حد بيصلي فيه نسوتي البرد الشديد ساب زوجته وولاده فيه سابهم وراح يتعاون على لومة العيش الحلال لجي يا الزمن طبعك اني قاسي على ابو العيال لجي يا زمن طبعك عنيد قاسي على ابو العيال لقي الزمان طبعك عنيد قاسي على ابو العيال قاسي على ابو العيال قاسي على ابو العيال لقي الزمان طبعك عنيد قاسي على اهلا اهلا ابو عبد الله سن انا عايز صابر تعرف حد انت رايح له قال لا ما اعرفش حد ولكن المحنه زادتني ايمان بالله خد بالك في ناس المحنه بتزيدهم بعد عن الله حاجه انت عاوز من ربنا دايما انه يرغددك ونزغك ولما يصيبك شيء تبعد عنه حتى الجمعة ما تصليهاش قال لها انا اعتقدت بقول الله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين آمنت بالله
ما اقدرش اقول حاجه. يلا بينا وهو ماشيين والدنيا برد. و لسه الفجر ما ادنش والدنيا كانت برد شديد. بكى الواد ابنه، مالك يا دي عيانه؟ جعان يابا. لا حول ولا قوه الا بالله. ساره لا ده لسه عشان بس ايه حوار القصه ما يبعدش عن الجمهور، خلي ولدي في مكان تاني. ليه ده الواد صغير تاني الولد ابنه كبير رباه لما بقى بغل وبعدين سابه، لكن ده لسه تحت حنان ابوه وامه. هنلاقي دخول الجامع ده انت والعيال يداروا فيه، وانا ماشي رايح المدينه واسعى للرزق الحلال. وفضل من الصبح حتى اذن للعقد. الرضيع الصغير
مع أمه عامل إيه؟ جف اللبن من يومين والأم مسكينة. يا رب أنت الرحيم وحني مني عليك. وحنترك الأب الحزين ونشوف جرالي ولاده إيه. الأم قاعدة في انتظار مسكينة هي بتغني. وحنترك الأب الحزين ونشوف جرالي ولاده إيه. الأم قاعدة في انتظار مسكينة هي بتغني. عايشة يا عيني ما بين نارين بتقول يا صابر كده غبت ليه كده غبت ليه كده غبت ليه كده غبت ليه كده غبت ليه. وحنترك الأب الحزين ويشوف جرالي ولاده ايه. الأم قاعدة في انتظار مسكينة هي بتغني. عايشة يا عيني ما بين نارين بتقول يا صابر غبت ليه. عدى النهار وأنا في انتظار ويا الولاد. أنا أعمل إيه أنا أعمل إيه أنا أعمل إيه أنا أعمل إيه. شوف 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 دورت على الصبر بس الصبر للغالي. لو كان عليا انا صبر على حالي. دورت على الصبر بس الصبر للغالي. لو كان عليا انا صبر على حالي. كل اللي شاغلني خوفي عليك يا ابو عيالي. اولادي من الجوع بيبكوا والضنا غالي. واللي في رحابك يا رب العرش ما يتضى مع المذبح حالي. ما هوش في حاجة لسؤالي. Thank you.
تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ألاقي كل الناس أحبك دكتور فتحي عايز يسمع هي قالت ايه تاني والنبي يسمع هي قالت ايه تاني حاضر نعم انت من رشيد انت من رشيد انا مليونسكو انا والنبي عم حضر انا مليونسكو انا وسير سيدي بلدي ايوه النبي انا مليونسكو انا وسرسي دي بلدي وعلموني اكون مخلص الى بلدي اصل الحقيقه غنى والعلم في بلدي حتى كنوز من زمان مدفونة في بلدي 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 والصبر لو له تقاوي لازرعه عندي واجيبه للناس دوا واصرفه من بلدي اشهر دكاتره غنى موجوده في بلدي وان كنت غاوي النبي قرب هنا عندي واللي ينام للضحى ماله نصيب عندي يعيش يعيش يا حاج محمد يعيش يعيش رشيد وحياه النبي رشيد رشيد جابت الحاج محمد وفخر منه خير من الراجل ده اهو وحياة النبي خير وسرت فخر منه حياة النبي سكر وعسل ابيض احنا اللي بقينا من رشيد والله يا ابو احمد والله العظيم احنا اللي بقينا من رشيد واحنا سعداء بيك والله سعداء بيك اللي نادي قوي 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 انت عمال تنقط عسل والله العظيم انت بتنقط عسل واحنا بنرحب بيك في قلبنا مش في بلدنا في قلبيني انت قاعد على الكيب ايوه والله وممدد برجلك على البنكرياس ايوه والله يا ابو احمد يا حلو يا ابو احمد ربنا يخلي لك احمد وربنا يخلي صاحب الليله وكل الناس الحلوه ده ايوه والله ربنا يخليهم اسقينا يا ابو احمد اسقينا والنبي يا حج شعبان يا طيب يا دحداحي على معادك انا على مداك على ميعادك انا ما حد في سلاحي المحبه ونور المصطفى سلاحي وكل واحد هنا بيدعي لفرحك اصل الفرح في 8 يوم خميس مظبوط قرب ومسي على الاحباب يا دحداحي ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك ويوم ما تسعدني بقربك الاقي كل الناس احباب يا عم
انتوا رايحين فين؟ رايحين يا ريتي ما تسالنيش احنا رايحين فين؟ رايحين تصطادوا؟ ايوه رايحين نصطاد. تاخدوني معاكم؟ احنا لازم سمك. انا عاوز اجي معاكم يعني كده من اجل امرأة حطمها الجوع وطفلين صغيرين يواجهان نفس المصير. وربنا رزقهم رزق وفير فبصوا له قالوا له اسمك ايه؟ اسمي صابر. يا صابر على قدومك جانا الخير، لابد تاخد نص الخير ده، خد يا صابر. قال لهم الله يكرمكم عشان اكل ولادي. وطلع يجري على زوجته وولاده في الجامع. يا ساره يا امين ربنا واتعتان الخير الوفير. قل كل من عند الله، بس يا خساره ما فيش عيش لكن فيك سمك، هتاكلوا سمك حاف. ساره امين عيد يا سنين سنين
عشان تعطف علي يوم وتهجر وتنسان وتهجر وتنسان وبتزود بحرماني وبتزود بحرماني ودمك تخاصم وتقدر لما أقولك يوم يا ظالم وتقدر لما أقولك يوم يا ظالم وتقدر لما أقولك يوم يا ظالم. حياة النبي انت احلى من الصبح واحلى من الدنيا بحال واحلى من الحليب اللي نازل من بيز الجاموس عليا الطلاق يا حاج محمد. انت احلى من الدنيا بحال السكر والعسل الابيض واللبن الحليب يا لبن يا حليب يا سكر يا قشطه. وحياة النبي عشان خاطر الحاج نبيل المقامي والحاج شعبان الدحداحي عاوزين يسمعوك برواقة ومزاج انت والفرقة. وحياة النبي يا حاج تروق العالم دي عادك تروقهم وتشويهم. راحت فين لما جيك صابر ما لقاهاش؟ شاف العيال شاف العيال سمع بكاها راجل من اجل البلد. الله الجامع ده مهجور من زمان والمساجد مبقاش فيها عفاريت ابدا. مين؟ انا ساره. ساره واحده كده ليا بنت في المسجد المهدوم ده. جوزي صابر خلاني هنا. اما جوزك ده ما عندوش عيت اوعى تغلط فيه الغايب حجته معاه. قال لها طيب يعني تيجي معايا. قالت برضه مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. قال لها اذا كنت خايفه مني اقراي قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تخافيش بعد كده. لقت كلام الراجل جاد. سمع بكاك فتى كان بتقى معروف من اصل طيب واسمه في البلد معروف. سمع كلام فتى كان بتقى من أصل الطيب وأصله في البلد معروف مع القريب والغريب بيصنع المعروف. نظر إليها رأى حزن وأسى معروف خدها في داره وأطعمها وأكرمها. رب السماء يكرمك 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 يا صانع المغروف. خدها في بيته وأكرمها أطعم ولادها وأطعمها. هي برضو أكلت وارتاحت لكنها ما ارتاح بالها.
اي برضو اكلت وارتاحي لكن يا مرتاح بلغى بكتك علي غاب عندك من بس عنه يطمن غنب اتريق وجوه كان راجع عالشط شاف مركب جج. اهلا اهلا صباح الفل. اهلا اهلا يفوت شعبان وراه رمضان ويجي العيد يفوت شعبان وراه رمضان ويجي العيد يا محلى نور النبي لما يجينا العيد ونشوف جمال النبي ذاكر في ليلة عيد والفرح لأجل النبي يكتر كمان ويزيد ما تقول لي يا بدري هو العيد له مواعيد علشان اشوف النبي وافرح بيوم العيد البدري قال لي ما فيش عند التقي مواعيد واللي يحب النبي يصبح تملي في عيد خدها في بيته واكرمها أكرم ولادها وأطعمها أهي برضو أكلت وارتاحي لكن جام ارتاح بلغة بتبكي علي غاب عنك من بس عنه يطمن جاك صابر يا نتنين غاب عنك فين من بس عنه يطمنها اتارك وجوه كان راجع عالشط شاف مركب جيك فيها تلاتة بيصطادم طرحين شبكهم على المية طرحين شبكهم يصطادوا طرحين شبكهم على المية أترك ويجوا كان راجع عالشط شاف مركب جيك فيها تلاتة بيصطادوا طرحين شبكهم عالمية نادى عليكم ساعدوني يا صيد يا مرض بيك خذوا بقصتك وياكم خذوني قصتك وياكم الرزق عايز الخفية قالوا له ايدك على ايدنا والبركة في اللمة يا سيدي الرزق ضمنه المولى لا جوه بيدك ولا بيدي من طرحتين الخير جالكم وزاد عليكم بزيادة وقسموا الرزق ما بينكم وادوله حقه بزيادة Thank you.
الحاج شعبان. اهلا اهلا اهلا. كان متغيّل يتريح حصل لأولاده، دخل يدور في الجامع ملقاش عيني يا ولاده، ملقاش عيني يا ولاده، ملقاش عيني يا ولاده. صاحبنا بعد ما خد السمك وما لقاش ست بتاعته بقى، كان الحاج معروف خدها القصر، هي بتبكي عليه رغم القصر والنعيم اللي في القصر. شوف الوفاء، شوف الزوجه الاصيله، لو اديتها ملك الدنيا في سبيل زوجها ما ترضاش. ولنا مثال في نعسة زوجة ايوب، ولنا مثال في كثيرات من النساء الوفيات الطيبات. في اللحظة دي بقى صاحبنا بص كده وقال يا سارة فين انت، فين اولاد عيد وامين؟ غربة وعذاب وانتظار وفراق ما بين احباب. الحتة دي عايزة ايه؟ عايزة كده مخاطبة بالاحاسيس. يا دنيا انت كده صبرت قلبي واصبرت ياما
فضي يا صبري ارحم شوية. مشغول بيدور ماشي عيني بالليل يدور في اللي جراله مشغول بيفكر ده بعده ولاده شاغل بواده على بعده ازاي حيكبر ماشي عيني والدمع السايل ماشي عيني ماشي عيني ماشي يا عيني بالليل يفكر على بعدهم ازاي حيكبر ماشي يا عيني والعقل سارح وحد يا عابد الفجر كبر دخل يصلي والفرض لازم واللي اراده ربك ما قدر واللي اراده ربك ما قدر ده اللي أراده ربك ما قدر الله أكبر 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 محمد ندفع على الطلاق 3 مليون جنيه عشانك ونجيبك سيرس نخليك في سيرس مش عاوزين نوديك رشيد عشان خير رشيد منك وحياة النبي يا حاج محمد عايزك تمتع دهم العالم فاقهم عمرهم بالعمر ما شفت عالم فايقه وقاعده كده اهو واد يا رشاد يا زلط اصحى مع الحاج محمد وعشان خاطر النبي عم نبيل والحاج شعبان عشان فرح ابنه دول احبابي حاج شعبان ما هو فرح ابنه عندي حاج شعبان ده عندنا بالدنيا اخر خميس بالدنيا بحالها هو الحاج محمد وعشان خاطر الحاج نبيل المقامي طبعا ده عايزين وعشان خاطر العريس الدكتور فتحي بركات ماشي عايزين نتمتع والنبي بتجلى احنا ان شاء الله عايزين نصلي الجمعه مع بعض ماشي ماشي تحت امر لك يا زمان يا سي عليا بس ذنبي في الاسود دي صبرتي قلبي وصبرتي ياما فضي يا صبري ارحم شوية ارحم شوية ارحم شوية ارحم شوية ارحم شوية يدور على اولاده ادا الفجر وهنا تتجلى التوبه رغم انه في محنه قلنا المحنه اسقلته خليته يعرف ان فيه اله بحسب الانسان على الكبيره والصغيره مش يعني لما يديك ملك بحتره وتروح مش عارف ايه تقول لك لا لا هروح الغردقه احسن واقعد في الغردقه طب يا اخويا ما تروح تعمل لك عمرة لا ده انا عايز اروح علشان عشان انتوا عارفين السر ببكي على عمر راح مني وعداني
وبكي على فجر ساعة الوقت ناداني، بكي على عمر راح مني وعداني، وبكي على فجر وقت الفجر ناداني. خدني الكسل نمت حتى الفرد عداني، وبكي على جار طول العمر ما زاني، لكن أذيت وأنا صابر ما عداني، وبكي على أم وبكي على أم حنت ليا بحنانجة، والأب يسعى ويشقى لما رباني، ولما يشتد عودي ولما يشتد عودي نسيت خلاني، يا ربي لحظة رضا منك ترسيني على بر دورك، ويوم جا امتثل واتوب يا ربي عن نفسي والشيطان قويني. ادخل اصلي الفجر، وصلى وختم الصلاة وغفل شوية وهو بيسبح ربنا، بعد طبعا الصلاة بتقرأ ايات الكرسي، وايات الكرسي دي بعد الوقت بتاع الفرض بيعتبر مفتاح للجنة. صاحبنا لسه بيسبح فغفى شوية لحظات، فلما غفى لحظات رأى ولاده
في قصر عالي، فقام يضحك على نفسه. غريبة، ولادي في قصر عالي يكون أنا بحلم والفرخة الجعانة بتحلم إنها في سوق الحب. فبص كده لقى راجل عليه هيبة ولابس عمة خضرة بيقول له: يا ولدي الطمع كل ما تشبع، اصحى وفوق، اولادك في قصر عالي، اولادك في قصر عالي والحسن خدام. عم الشيخ ما تسوش عليا الدجل وفوت من قدامي، انا بقول لك اولادك في القصر اللي انت شفته فيه. طب اذا كانوا اولادي في القصر اللي انا فيه عايز اشوفهم يا عم الشيخ، قال له: على ايه؟ على شوية الشر اللي انت جبتهم امبارح؟ قال له: ما هو ما عرفش يتكلم بقى. قال له: روح اسأل حالك، ولما تعرف تأمن مستقبل اولادك تعال لي وانا اوريك ولادك. طب اروح فين؟ قالوا: الصيادين اللي كنت معهم امبارح. فايقن ان الرجل ده على صله بالله، سمع كلامه وارتفع فؤاده وراح يدور على الشرط التاني. اقسم بالله ده فن راقي والله يا استاذ، ده الفن الراقي والله. اي والله تاني دلعنا تاني، ولا بتدلع براحتك قوي 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 يعني، كل ما بتدلع كل ما الناس دي بتتمتع قوي قوي. تاني بقى تاني، سمع فؤاده تاني والله. سمع كلام وارتاح فؤاده وراح يدور على الشط التاني. مش احنا متنا ودخلنا الجنة يا جدعان؟ يسعد حال واللي عطل بالامس قادر. اهلا 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 وسهلا بالعند احمد. احمد فرحان. ايوه سيدي حاج احمد فرحان. اهلا اهلا صاحب تاني خميس في 8. انا حضرت المذيع. تعال سمع كلام وارتفع فؤاده رنج دور على الشط تاني، يسعاني حال وحال وحال واللي عطاه. بنحيي الشرقية ونحيي منيا الأمن حاج أحمد فرحات، لأن هكون عنده بعد الخميس بتاع الحاج شعبان. أيها الساغر تغفو، تذكر العهد وتغفو. أيها تذكر العهد وتصحو.
تذكاري بجرحه أيها الساجر تغفو تذكر بالتذكار جرح فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو مذيع يا حبيبي بقضاء يا حبيبي كل شيء بقضاء يا حبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعسى ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن المولى شاء فإن المولى شاء فإن المولى شاء بيقول لك عليل معه جرح بعد ما طاب رد عليه عليل معه جرح بعد ما طاب رد عليه قفل بابه ورد عليه وفضل ينوح ويقول يا دمع سيل من جد لعمري رفيق زين مشي معايا جد ولا طبيب زين يكون اصل الحسين لجد سمع الطبيب السبت جاله لحد قلم وقرطاس وبايده كتب له سطر موت لعلي الستر لو طال المرض عليه انت شفتنا يا حاج محمد الله يكرمك بركه الهيه منه يبقى علي وراح للطبيب لاجل الطبيب يدويه علي وراح للطبيب لاجل الطبيب يدويه عليل وراء للطبيب لجل الطبيب يدويك كشف الطبيب على عليل واحتر دليله فيه قال له دواك في رحاب المصطفى المصطفى تلاقيك ده انا لما زرت النبي وطلت بعيني عليه الجرح راح واختفى وفضلت مغرم بيك يا واصفين النبي كفه عن التشبيه اصل حبيب النبي كامل ملوكش شبيه قال
القمر روح فالحاج محمد معانا القمره نلغي مراقبه الثانويه وهنتنينا للصبح ربنا ان شاء الله مراقبه الصبح غدار أتاري نفس التلاتة برضو كانوا في انتظار وفي شوق ولفة ساعة ما قرب صابر عليهم عالشط قاموا عملوا له زفة قالوا له قرب يا أبو قلب الطيب لما سمع كلام الولي ده راح يجري على المراكبيه لقى المراكبيه في انتظار يقولوا فين الراجل اللي احنا اللي كله بركه من اول ما طب الخير جالنا ما هو الخير على قدوم الواردين شباب تعالى يا صابر تعالى يا ابو قلب طيب ايه رايك لو تاجرت معانا وتاجر معاكم وكان الربح بالزيادة صلى على النبي من يوم ليوم يتسع ويعم بالزيادة وتغير الحال وزاد المال بزيادة والسعي كان السبب والبركة بزيادة والبركة بزيادة في المال بتعرفين حاج شعبان طيب ماشي طب ماشي هل اخدك مخالفه واذا
بيجي يلاقي المال كتير قوي فيقول والله لو حد خد المال واشوف اولادي وزوجتي احلى. الزوجة والاولاد. واذا بالباب يخبط يجيله الشيخ معروف اللي رآه من 10 أعوام. السلام عليكم يا صبر. قال له يا راجل حرام عليك يا راجل، عاوز اشوف زوجتي واولادي وانت وعدتني. قال له ما انا على وعدي، بس عايز اسالك سؤال، لو كنت ذكي هتجيب على السؤال. الاولى انك تشوف زوجتك ولا تشوف اولادك، ولا المال اغلى من الزوجه والاولاد؟ قال له اشوف زوجتي واولادي. قال له برضه ما جبتش السؤال اللي انا عايزه. قال له يعني عايزه ليه؟ قال له اهم حاجه في حياه الرجل عندما يتبين عن طريق الصدفه ان زوجته وفيه له او غير وفيه، يعني هي رعبت في غياب بدلها ولا ايه؟ قال له ان بعض الظن اثم. تعال معايا. شفت القصر؟ قال له هو ده اللي شفته في المنام. قال له حلو، شوف بقى انت تتدرى فيا وانا هخبط. وخبط الشيخ معروف كل ما ادخل عليك عليك عماله تبكي. بتبكي ليه يا ساره؟ في حد بياكل من الاكل عيالك بياكلوه؟ ابدا. اللي بيلبسوه النهارده بيلبسوه بكره؟ منذ الله. عندك كم خدام وخدامه؟ 30 من الرجال والنساء. ندك عليك ويا الإجل اللي تتمنيك، ندك عليك وقال إجل اللي تتمنيك. قالت له زوجي اللي روحي ودنيتي في إيديك، الدنيا دي كلها ما تساوي نظرة عشان الحاج شعبان والحاج نبيل والعالم ده من الحار. وده حاجة من تاني من الحار. وجابوا لي الطبيب عندي
يوصف لي جرحي يشوف ايه اللي كان عندي. قال لي على بر طه المصطفى عندي على قد ما عندك يا اخي برضو كمان عندي. قالت له زوجي اللي روحي ودنيتي في ايدي الدنيا دي كلها ما تساوي نظري ليه فين راح وسابني. انا اجي في المنام طيف وعايزة اشوفه وده الامل اللي بحلم بيك. دورنا عليك يا غالي واحنا الليلة دي في ذا الليلة والليلة الليلة حلوة جميلة واحنا الليلة دي في رضا ليلة والليلة يا ناس حلوة جميلة والبدر نجلينا جمعنا كلنا البدر نجلينا جمعنا كلنا والبدر نجلينا انا جيت يا رمز الوفا وانت اللي وحشاني انا كنت مشغول وكنت انت اللي شغلاني ولما هان الاوان المولى جمعنا الفرحة غنت وعاد الفرح تاني. انا هعملك حتة دين قصر ما حكاش. فالراجل قال له هتتبطر تاني انت ما حرمتش. قال له ما هو القصر مش قصري. قال له وغبت لأولادك قول لي بقى هتعمل ايه. قال له في الأيام اللي جعت فيها شعرت بالجعان والأيام اللي تعريت فيها شعرت بالعريان والغربة اللي اتغربتها خلتني أشعر بالغريب. هعمل قصر وعمل ولي مالي مدة شهر للمساكين وعطف عليكم ما خله في البلد مسكين وكان تملي يقول أنا زيكم مسكين 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 وفي ليلة قبط عليه راجل غريب مسكين ساعة ما شافه نزل يشوفه ولما العين بقت في العين هل تردك بالعجل ولا ترحموش حاله يشمعنا وانت غني ما رحمتش المساكين. Yeah!
مين اللي بخبط؟ هادي عبده، ما هو الاخر بقى عنده عبده، ده واحد بيقول ان اسمه عبد الله. طب سيبني انا اللي انزل له. ازيك يا عبد؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا عبد الله؟ اهلا يا اخويا. سلامات يا عبد الله. انت يا اخويا بس انت انتي. عايز حاجه؟ يعني ارجع لي يا اخويا. زي ما رحت لك وكنت انا جعان، اضربوه بالعجل ولا ترحموش حاله. اشمعنى وانت غني ما رحمتش المساكين؟ على دخلة الشيخ معروف ساعة ما شاف عبد الله تطع على ايده بس، قال له بتدوس ايد الراجل الجاحد على اكله، ونسى حديث سيدنا انس بن مالك من سره ان يبسط له في رزقه فليصل رحمه، من سره ان ينسأ له في اجله او يبسط له في رزقه، او يبسط له في رزقه، ان ينسأ له في اجله او يبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال له اقول له يا عم يا سيدي عبد الله؟ قال له سيدك؟ ده انا كنت افكر انك راجل ولي، اترك راجل كلش ان كان. قال له يا عم عبد الله؟ قال له قول له يا معروف. قال له يا صابر، اخوك حب يعلمك لان ابوك ما علمكش، حب يعرفك ان ما معناها معاك قرش ماشي فرتكه، فارتكت ثروتك في كلمة عيش باللذات كله مجازف، وحامل زي ما عمل عمر الخيام، راحت الثروة منك وضاع عصرك، ورحت لأخوك عشان تطلب منه معونة ضربك، ولكن بعد ما نزلت بكى بكاء حارا وقال لي تتبعه يا شيخ معروف حكاية المركب دي احنا رسمينهولك، وحكاية وجودي في المسجد برضو رسم، واللي شاف أولادك وغدهم في القصر أني معروف خدتهم علشان أحميهم من الفقر، اللي احنا عارفين حتى لازم تعيش شوية تتلطم في الدنيا والدنيا تلطمك لغاية ما توصل إلى بر الأمان، وعرفت علمناك إزاي تبقى الحياة. قال له الله 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 الله. طب يا اخويا لما انت عامل كده ما اديتيش من الاول؟ قال له اصل لو اديتك هتقول من جيك بلاش راح بلاش، لكن حبيت اخليك تواجه دنيتك وحدك وتواجه الصعب وتحل الامور وحدك، وزوجتك لو وفية وعندها اخلاص تفضل معاك دائما ولا تتركك وحدك. جربنا خصال زوجتك لقيناها على خلق وعلى وفاء، وانت عرفت ازاي الحياة، ولما اشتات لأولادك جبنا لك القصر ده، قصر اخوك عبد الله بنيهولك بالعنية، والمركب مركب اخوك عبد الله، والصيادين عمال بيشتغلوا عند اخوك عبد الله. صابر اوام قال يا ناس السعد واللوغان لما عرفت الحقيقه وانجلى البرهان، اخويا هو اخويا واختلف ظني، يا تركت حنين ولا زيه هشوف انسان المحسن المجهول في الدنيا يا مجنون، المحسن المجهول في الدنيا يا مولول، عطف ورضا وقبول الله يا ناس الله، في السر اعطايا الناس اكرم جميع الناس، في السر أعطى يا ناس أكرم جميع الناس، المحسن
المجهول المحسن المجهول المحسن المجهول بعد استراحة شوية تيج وصلة تانية جاية بعد استراحة شوية تيج وصلة تانية جاية تيج وصلة تانية جاية تيج وصلة تانية جاية وسعادة يا دكتور وطارينا فيه النور. بيقولوا حاج محمد جابوا القلب ايدها ابو خزام وريحات وسابوا المولد ورا يقرش على النبات وقت العليقة الطيبة يقولوا هاتوا للقلب وبات معنى وبات وقت الحمولة الشديدة يقولوا هات المولد هات يا بشبش الله ايها السادة المحسن المجهول كانت عنوان وصلتنا الاولى الذي القاها لكم كوكب التوحيد الرباني المتربع على عرش المريح الصوفي على ساحات جمهورية مصر العربية الا وهو فضيلة مولانا الحاج محمد احمد عبد الهادي وفرقة أحباب المصطفى الموسوقية ونقلناها لكم بتوفيق من عند الله على أحدث مكبرات الصوت العالمية إذاعة جمهورية مصر العربية والمشهود لها بمحافظة المنوفية التي تطلب وتوجد دائما من إدارة عمر مجاهد بمدينة سرسليان احتفالا بليلة حنة الدكتور فتحي عبد المنعم بركات وان شاء الله في اول 9 عند المعلم شعبان الدحدحي ان شاء الله 31/8 عند المعلم شعبان الدحدحي وبعد اذنك يا معلم شعبان يوم 17/7 في سيرف الليان 17 لا خليها 10 يبقى 10 نخليها 10 مش وقت تخلص بالاشتراك مع فراشه ابن البلد لصاحب